زملكاويه انا، بس يا ريت بقى نادي الزمالك يقف جنب عمرو، يا ريت يعني بناشد نادي الزمالك، هو ابن النادي بيحب النادي الزمالك جدا، يعني انا شايفه ان نادي الزمالك مؤثر معاه قوي، هو ابني بيعاني نفسيا. ابني مفيش فيه حاجه، الحمد لله الحمد لله، كل الاشاعات اللي طلعت عليه طبعا وجعت قلبي، وانا يعني كنت عند ابني حتى انا رحت لقيته الحمد لله مفيش فيه حاجه، هو ابني تعبان نفسيا، مش بيحب مش عايز يشوف حد، نفسيته تعبانه، مش عشان حاجه، عشان ان مفيش حد مثلا، هو كانش منتظر كده، هو ليه محدش بيسال عنه، إيه هو مظلوم في الاعلاميه طول عمره، مظلوم اعلاميه، فليه ليه زمايله ما بيروحش يسالوا عليه، ياخدوه طول عمره، اللي هو في ابني ما بيشوفش يعني قاعد حابس نفسه ما بيشوفش الشمس، لكن هو كويس الحمد لله صحيا، لكن هو نفسيا تعبان جدا، ابني متدمر نفسيا. والله العظيم كلنا بنكلم عمرو، انا وعماد وكلنا بنكلم عمرو وخالد الغندور، لسه متكلم مع الناس دي كلها وما بيردش على حد، وببعت له رسائل واتساب ما بيردش، وفي حد من زمايلنا يعني مش عايز اقول راح له لغايه البيت وما رضاش يفتح له، هو محتاج مساعده. وبقول لوالده عمرو زكي ما تقلقيش، احنا مش هنسيب عمرو، احنا كلنا هنتحرك، احنا عندنا جروب للعيبة نادي الزمالك القدامى كلهم، اتكلمنا مع بعض، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي كلنا هنروح نزوره. انا واخد 55 غرزة في دماغي، ورقة دماغي مفتاح 2. بتتكلم بجد؟ وكان عندي نزيف داخلي على بطني، بس الحمد لله النزيف ده وقف، لان النزيف طبعا انه ياخدوك من الساحل بعد كده هنا على مستشفى الجوي في التجمع، المدة دي لو عندك نزيف كنزيف بمعنى كلمة نزيف يعني ما كانتش نقطة أو حاجة بسيطة، طبعا كنت ممكن تخش في مشاكل كبيرة جدا يعني. صحيح. تلات ضلوع شرخ رقبتي برضو، وكانت قرابة كانت جزع جامد يعني، قرابة تعبانة جدا يعني، قرابة للكسر. شرخ في الحوض، رجلي من تحت، ظهر، مشاكل كتيرة يعني.